كثير نسمع عن الفطور الجلدية خاصة سيدات يلي بيعتنوا بأظافرهم ولكن مو بالشكل الصحيح، ممكن يحطوا الأشياء الجديدة اللي طالع هلأ الجليش وما إلى ذلك ولكن ليس بالطريقة الصحيحة، فبالتالي بيصير عندهم فطريات ناتجة عن عدم طبعا التنظيف الصح، تهوية الأظافر وما إلى ذلك وغيرها من المشاكل. أكيد يا سلمى، اليوم هيك ضمن نهاية صباحنا رح نروح لنعرف أكثر كيف رحنا قادرين، هل اليوم الوقاية ممكن نحن تفيدنا بهاي الحالة، شو هي أهم الطرق العلاج؟ وأكيد معلومات جدا مهمة لكل السيدات، وضيفتنا لليوم هي الأخصائية في أمراض الجلد الدكتورة هلا الحوش. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير لكم سلمى ورشا بعد زمان. أي والله يسعد صباحك، اشتقنا لك أكيد. هلا جهزي حالك، جاي رمضان وحتبلش مشاكل البشرة مع الصيام ورح نسأل كثير أسئلة. خلينا نبلش اليوم عم نحكي عن الفطريات الجلدية بداية، أكثر الأماكن اللي بتنشأ فيها ومسببة. هلأ الفطور الجلدية خلينا بداية هيك نعرفها بشكل كتير بسيط، هلأ هي من أشياء الأمراض الجلدية اللي بتجي تنجم نتيجة عدوى بالفطور، واللي هي كائنات مجهرية دقيقة إلى أنماط مختلفة بتصيب الشعر، الأظافر، حتى أماكن متعددة من الجسم. هلأ هي الفطور بشكل عام أو هي الكائنات المجهرية هي موجودة بالبيئة المحيطة فينا، موجودة بالأتربة، بالهواء، بالمياه، موجودة حتى على بتصيب حتى الحيوانات، النباتات، وحتى في منها أشكال تكون موجودة على سطح جسم اي حدا فينا بس ما بتكون ممرضه، ما عم تعمل اعراض. طبعا هلا في اسباب معينه بتعرض لها الشخص، في اسباب لها علاقه بالبيئه وفي اسباب لها علاقه بمناعه الشخص اللي بتخليها تصير ممرضه. هلا نحن بننعدم من الفطور لما الانسان بيلامس شخص مصاب، او لما نحن مثلا بنلامس أدوات أو الأدوات الشخصية لشخص كان مصاب فيها، مثل الشراشف، الأغطية الأسرة، الأدوات الشخصية مثلاً المشط ممكن من عند الكوافير نحن مثلاً ناخدها، مثل ما تفضلتي وحكيتي ببداية الحلقة حتى الصبايا اللي بيعملوا أظافرهم بالصالونات كمان هي مصدر كتير كبير وشائع للعدوى، واللي بتعمل نمط خاص من الفطور اللي بتصيب الأظافر. الفطور بتتغذى كتير على الكيراتين الموجود بالجلد، الموجود بالشعر، وموجود بالأظافر. يا مشان سلام، بيسحبوا كل شيء وبيعملونا مشاكل. مشان هيك هي بتصيب هاي المناطق من الجسم، وطبعاً بتجي بأنماط سريرية أو بأشكال سريرية مختلفة حسب مكان الإصابة. طيب ذكرتي العدوى هي من أهم الأسباب للإصابة بالفطورات، وأيضا ذكرتي المناعة، يعني اليوم شو علاقة مناعة الإنسان بالإصابة بالفطريات؟ هلا في مثل ما حكينا انه هي احيانا في انماط معينه من الفطور مثلا بتكون هي موجوده اوريدي على سطح الجسم. لما بتتبدل مناعه الجسم طبعا اكيد لما بتقل المناعه فبصير الجسم معرض اكثر للاخماج الانتهازيه، شو ما كانت فطور او جراثيم او فيروسات. فتره الالتهابات ممكن، ممكن مثلا اذا كان الانسان مثلا معرض لمرض عمل له ترفع حراري، مرضى السكري كمان مناعتهم بتكون ضعيفه، المرضى اللي عندهم ضعف بالتروية الدموية بكون مشاكل تانية بصحتهم، مرضى الغدة الدرقية، المرضى اللي هن بالأساس مصابين بخباسات أو سرطانات، المرضى اللي عم ياخدوا أدوية مثبطة للمناعة خلينا نقول، المرضى اللي بياخدوا ستيرويدات جهازية أو كورتيزونات كلها هي بتأثر على المناعة، الحمل كمان هي حالة بتضعف من مناعة الجسم، البدانة كمان كتير بيكونوا معرضين لهي الحالات، بعض الأدوية مثل مثلا موانع الحمل كمان اللي بتغير شوي من هرمونات الجسم. كمان في بعض التبدلات الهرمونية اللي بتخلي الجسم كمان يصير معرض أكثر، الحروق، الجروح، القروح اللي بتكون على الجلد كمان بتكون مدخل أسهل لأي عامل انتهازي خبجي. طيب دكتورة هلا خلينا نحكي شو هي أبرز المؤشرات اليوم اللي بتدلني أنه أنا عندي أو عم عاني من الفطور الجلدية، شو هي المظاهر الواضحة اليوم اللي بتخلي الشخص يعرف أنه عنده فطور جلدية ولازم يتوجه فوراً للاختصاصي والمعالجة؟
هلا حسب نوع الاصابه ومكانها. هلا الفطور اللي بتصيب فروه الراس اللي هي اشيع بتكون عند الاطفال الصغار، بيجي مثلا المريض عم بيراجعنا انه هو من فتره طلع عنده بقعه خاليه من الاشعار، بيكون فيها شويه وسوف او احيانا بيكون فيها نقاط سود البلاك دوتس مثلا، احيانا بتكون التهابيه اكثر. هلا الطبيب سريريا بيشخص او بياخذ مثلا قصه مرضيه، ممكن يقول لك الطفل انه هو عنده بالبيت قطه، كلب، عصفور، يعني كان في ملامسه مع حيوانات مثلا فنقلت له العدوى، بس هي سريريا بتكون واضحه. هلا السعفات اللي بتجي او الفطور اللي بتجي على الجسم شكلها السريري بيكون مختلف، بتجي بشكل بقع حماميه، حوافه بتكون واضحه اكثر من الجزء المركزي، بيكون في كمان هيك شويه وسوف على الحواف، يعني شكلها السريري كثير واضح وكثير مميز للسعفه. بتجي باماكن مختلفه من الجسم، في منها نمط خاص بيصيب السنيات والمناطق التناسليه، كمان تجي الى اشكال كمان سريريه خاصه فيها. الشكل اللي بيصيب الاظافر بتجي بيجيك المريض بيقول لك انه انا صار عندي تغيير بلون الظفر، يعني احيانا بتلاقي انه الظفر صار لونه اصفر شوي او ابيض شوي، في بعض الانواع بصير الظفر صار تحته لون ازرق شوي، بعض الحالات نلاقيه صار سميك عم يتكسر او بينفصل الظفر عن سريره، يعني بتلاقي انه خلص بلش انه يفصل. فكمان كلها هي مؤشرات بتلفت انتباه المريض انه انا لا في شيء صار مانه طبيعي ولازم بقى اني راجع الطبيب، لانه مثل ما حكينا انه الاشكال السريريه بتجي مختلفه حسب عمر المصاب، حسب انتشار الاصابه، وحسب المكان اللي صابته بالجسم. طيب خلينا نروح لطرق العلاج اليوم، ولكل نوع أكيد في أسلوب علاجي مختلف عن النوع الآخر، خلينا هيك نتوسع بموضوع العلاجات مع اختلاف الأنواع. هلأ بداية قبل ما نحن نعالج أهم شيء نحن ننتبه للعوامل اللي عم بتسبب، يعني العوامل المسببة، بدنا كتير نوقي حالنا من الإصابات، يعني الاهتمام كتير بالنظافة الشخصية. ولما بتصير الإصابة كل حالة، يعني الطبيب كل مريض بدرسه كحالة مستقلة عن الآخر، يعني بعد ما نحن أخذنا القصة المرضية سألنا المريض شو في أدوية عم ياخدها، شو عالج هي البقعة كمان نحن مشان نميزها عن باقي الأمراض الجلدية، شو تم تطبيق أدوية عليها. هلأ الحالات اللي بتكون بسيطة ومحصورة نحن بنكتفي بالعلاجات الموضعية اللي هي الكريمات، أو ممكن تكون بخاخ، جيل، كريم، يعني أنه علاجات موضعية تطبق مكان الآفة لفترة زمنية معينة. نحن دايما بننوه على المرضى أنه حتى بعد فترة الشفاء يستمروا بالعلاج كمان أسبوع، ومو بس يكتفوا أنه يدهنوا البقعة، كمان يدهنوا حواليها 3 سنتي حتى نضمن إذا كان في نحن عندنا أبواغ موجودة بالجلد المحيط أنه يكون صار عندنا تثبيط أو قتلنا البكتيريا بشكل نهائي. في بعض الحالات لا، ما بيكتفي المريض، ما بيصير عنده شفاء على العلاجات الموضعية، فمنضطر لعلاجات فموية جهازية مضادة للفطريات. هلأ الفطور اللي بتصيب الأظافر يدين أو القدمين واللي بتصيب فروة الرأس، هدول فوراً نحن بنعطي فيهم علاج فموي جهازي إضافة للعلاج الموضعي. السعفات اللي ما عم تتحسن على العلاجات الموضعية، السعفات الناكسة يعني اللي عم تتكرر كتير كمان نعطي فيهم علاجات جهازية، هدول معظم، يعني هدول بشكل عام، يعني كل مريض مدرسه بحالة مستقلة. طيب دكتورة، هل في إلى مضاعفات؟ يعني ممكن يكون في إلى مضاعفات أخطر من أنه هي بس مجرد ظاهرة ونحن بدنا نعالجها، أو لا ما بتأثر على شيء تاني بالجسم؟ هلا إجباري نحن لما عم نترك هاي الفطور ممكن إنه هي تنتشر أكثر، تتوسع أكثر، تنتشر لأماكن تانية. معدية من شخص لشخص؟ طبعا هي معدية من شخص لشخص، لأنه هو أوريدي المريض أخذ نتيجة عدوى، يعني يا تلامس مع شخص مصاب، يا أما مع أدواته الشخصية، يا أما مع الحيوانات اللي هي مصابة واللي هي عايشة عنده بالبيت، أو تلامس مع الأوساط، أو خلينا نقول مثلا مثل المزارعين او بيربوا حيوانات، دايما هدول بياخذوها من التربه ممكن انه هن ينعدوا منها. هلا ممكن يركب عليها انتان جرثومي ثانوي، يعني هي آفه فطريه وبترجع بتلتهب، فهون بتصير الآفه مؤلمه اكثر، عم بتنز، عم بتقيح، ممكن تتحول لالتهاب نسيج خلوي. الناس المضعفين مناعيا او اللي عم ياخذوا مثلا علاجات كيماوي، اشعه، اللي عندهم مثلا سرطانات، ممكن جسمهم لكثر ماله مصبط مناعيا تدخل مثلا تنتقل للاعضاء الداخليه،
اللي بتصيب الأظافر كمان السعفات بتلاقي بعد فترة أنه شكل الظفر صار فيه تشوه، فسم تلاقي صار هو سميك، ما بقى عم يطلع ظفر طبيعي. فنحن أساساً هو المريض لما بيشوف أي بقعة بجسمه مباشرة، يعني ما رح ينطر عليها فترة كتير طويلة لحتى تعمل له هالاختلاطات وهالمضاعفات. طيب خلينا قبل ما نروح لنوصل للعلاج والمضاعفات، خلينا نروح للوضع الوقائي. يعني اليوم نحن كيف قادرين نحمي أنفسنا، نحمي أجسادنا من هاي الفطريات؟ الأهم شيء النظافة الشخصية، ما نستخدم الأدوات أو الأشياء الشخصية لشخص نحن بنعرف هو مصاب، خاصة الصبايا اللي بيروحوا على الصالونات بنرجع بنحكيها أنه كتير كتير ينتبهوا لموضوع العقامة، هالأدوات هي اللي عم تستخدم مثلاً لإلك أنه هي فعلاً كانت معقمة، لأنه إحنا ما بنعرف الشخص اللي قبلته إذا كان هو مصاب أو لا. هلأ كمان في نقطة كمان حابة نوه عنها، أنه في كتير مثلاً صبايا بيعملوا لحمية، أنه بيشيلوا طبقة الجليدة اللي هي بالأساس بتحمي الظفر، يعني ما بتخليه يكون مدخل سهل للإنتانات الجرثومية والفطرية، فكمان هذا غلط كتير شائع. الجل بوليش كمان، هالأجهزة اللي منفوت فيها إيدينا مشان نحنا نثبت اللون وننشفه، كمان هي كلها ممكن أنه تكون مصادر للعدوى. الناس اللي بتروح كتير على ساونا، مسابح، الجيم أو الأندية الرياضية، كمان بيستخدموا الحمامات اللي ممكن تكون مشتركة، كتير منفضل أنه ما يمشوا من دون أحذية، يعني أنه لما تكون أنت عم تمشي حافي القدمين يعني وببيئة رطبة يعني هيدا النوع من الفطور كتير بفضل الرطوبة والحرارة المرتفعة، كمان بكون عم تنتقلون العدوى من هاي المصادر. في كتير ناس ما بيكونوا منتبهين لهي القصص، يعني أنه هاي الأماكن هي مصدر انتقال العدوى لإلهم. أكيد معلومات مهمة جدا اليوم قدمتي لنا، يعني نتشكر وجودك معنا. أكيد نتمنى الكل ينتبه لأنه هاي تفاصيل هي بسيطة ولكن ممكن تأثر عليهم. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا دكتورة هلا الحوش، شكرا لحضورك اليوم، بسطنا فيك إن شاء الله. هيك مثل ما قلت سلمى، رمضان على الأبواب ودائما أنت ضيفتنا اللي بتعطينا دائما المعلومات. احنا كيف قادرين نقطع شهر رمضان بأقل خسائر الشعر، الجفاف، صح الصيام؟ يعني شكرا، رمضان كريم. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، نهاركم سعيد. هلا.